نجحت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم في وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و43 سنة ينحدرون من ولايات مستغانم وهران غليزان والبليدة متورطين في قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول على منفعة مالية ومحاولة الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية. تم ضبط قارب مطاطي كبير الحجم مزود بمحرك ذات قوة 40 حصان، 6 دلاء معبأة بمادة البنزين بسعة 30 لتر بالإضافة إلى مجادفة ومضخة خاصة بالقارب المطاطي مع معدات وأغراض تستعمل في الهجرة السرية.